بس أبيض. وهكذا يبقى تبقى الكرة في هذه الدقائق الأولى، الدقائق الأربعة الأولى في وسط الميدان. بن جبلة حاول الاقتراح الدفاع ولأنه بعيد، ترجع له الكرة. عجيسة دائرة جميلة لعجيسة بسرعة. بن جبلة ناحية بن جبلة الثاني اللي هو الدراجي، الحكم يقول ما فيش خطأ. ترجع الكرة برحلة برحلة، المرة خطأ. جناح وفاق بلاستيك سطيف حيث يبدو شنيتي. خطيرة وهدف. بن جبلة أو برحلة واحد منهما. كروى أن الشوط الأول انتهى لصالح الفريق المحلي. وفاق بلاستيك سطيف هدف مقابل صفر. الهدف كان تسجل في الدقيقة 25 من طرف اللاعب برحلة. خطيرة خطيرة خطيرة، لقطة خطيرة. بن جبلة الدراجي في وضعية قلب هجوم خطير. بن جبلة عجيسة، هدف ثاني، هدف ثاني. عجيسة بعد مراقبة من بن جبلة لعجيسة، هذا الأخير عرف كيفاش يصوب في المكان اللي ما يلحقش عليه الحارس مداد. شوف بن جبلة كيفاش يراقب الكرة، يوجد عجيسة ينطلق بالكرة، خروج الحارس زاوية اليمنى، هدف ثاني لعجيسة. عمر كريم في هذه المحاولة ناحية تومي اللي ضيع الكرة. أي هدف من عجيسة؟ صناعة كبيرة سعيد بطل. والله سي عجيسة.